عم نتعامل بعملة تفقد يوميا نسبة من قيمتها. لا أمل بأي تحسن. الجائع ننتظر أي شيء منه. لا أمل أنا شخصيا بأي تحسن ملموس على هذين المستويين في 2022. الانفجار الاجتماعي صار أكثر من متوقع ومحتمل عندما فعلا يصل أو تصل الأسرة إلى حافة المجاعة. الجوع لا يرحم، فقدان الوظيفة، فقدان الأجر، تهاوي القدرة الشرائية للدخل الأسري، كل هذه الأمور، التحويلات الزهيدة التي تأتي إلى اللبنانيين من أولادهم أو أقاربهم في الخارج، يعني كل تلك العوامل مجتمعة سوف هي تكون السبب الرئيسي والفتيل في تفجير الحال الاجتماعية بلبنان. الجائع ننتظر أي شيء منه. التعدي، السرقة، بقوة السلاح، استعمال السلاح من أجل فعلا أن يحصل على لقمة العيش لأولاده. يجب أن نتوقع أي شيء من المجاعة التي تهدد معظم اللبنانيين. ما حدا يعتقد أنه كلنا سوا معنا دولارات ببيوتنا، هذا مش صحيح على الإطلاق أبدا، بالعكس نحن عم نتعامل بالليرات اللبنانية، عم نتعامل بعملة تفقد يوميا نسبة من قيمتها وقدرتها على الشراء. لا سقف له، وأنا لا أحب أن أعطي أرقام. منح سعر صرف الدولار هو منح تصاعدي، برغم كل التطمينات، برغم كل الوعود الكاذبة، هو منحى تصاعدي. المعطى الأساسي لهذا الكلام هو الآتي: المقارنة، أو بالأحرى الفجوة الكبيرة التي تتعاظم بين تطور الكتلة النقدية بالعملة المحلية وبين وضع وحال الاحتياطات المتاحة والمعروضة في سوق الصرف الحقيقية. لا أرى أي فائدة أنا شخصيا بالزيادة على الأجور، الزيادة الرقمية على الأجور، إن لم نحافظ على استقرار سعر صرف الدولار في السوق الحقيقي. ما بيكون له أي معنى، أو إلى أي معنى مثل تلك الزيادة. ليه؟ لأنه منكون عم نتسبب بارتفاع إضافي لهالكتلة النقدية بالليرة يلي فاقت 45 تريليون ليرة، ومن دون ما عم نكون نعزز احتياطاتنا للعملات الأجنبية. توقعي بالنسبة للمسألة المعيشية ومسألة الدخل والأجر وكلفة المعيشة واستقرار سعر الصرف وكل هذه الأمور، توقعات سلبية جدا جدا. والله يساعد اللبنانيين بالفعل كيف رح يقدروا بعد يتحملوا أشهر من عدم الاستقرار وأشهر من الإفقار الإضافي وتوسع لرقعته داخل لبنان. شوفي بالسياسي كيف المستخدمين الذين هم سياسيو لبنان كيف بيشتغلوا ضد مصلحة لبنان. ناخد ترسيم الحدود مثلا، نحن بنعرف انه حق لبنان
ب 2300 كيلومتر مربع، ولكن في السياسي بكره رح نشوف انه بالسياسي لبنان رح يقبل فقط ب 860 كيلومتر مربع، لانه فعلا لو بده يطالب بكامل حقوقه لكان اصدر مرسوما تعديليا وارسله بهذا الخصوص وارسله الى الامم المتحده، ومنع اسرائيل من تلزيم شركه انرجين بالبلوك رقم 9 التي بدات التنقيب والاستخراج. قطاع الكهرباء لا يزال نعاني من انقطاعات الكهرباء لغايه الان، ودفعنا فاتوره الكهرباء كانت فاتوره غاليه جدا على لبنان وعلى الخزينه وعلى الموازنه وعلى اللبنانيين. لماذا؟ بسبب امبراطوريه فساد الفيول، لانه من 2008 لو نحن طبقنا التغويز، يعني لو استوردنا الغاز السائل وبواسطة محطات عائمة تحوله إلى غاز قابل للاستخدام، وكنا بننقله بواسطة الأنابيب إلى محطات إنتاج الكهرباء، لكنا وفرنا 10 مليارات.